عدنا مرة أخرى يا شباب، لأن قلنا هم في السوشيال ميديا ونشكرهم، ما بيدوناش غير يعني فترة محددة وبيحصل انقطاع كويس نعتبرها فترة راحة. تاني قلنا البوتنشالز الكهرباء في الجسم نوعان، يا أكشن بوتنشال ما ينطبق عليه لا ينطبق على سواه، اللي هو قاعدة التريبل اي، ان الاكشن بوتنشال بحرف الاي بيتبع اول اور نون لو تاني ايه اهي، وبالتالي كان نوت بي جريدد، ومعاه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود ادي تالت ايه، وبالتالي كان نوت بي سميتد. اي بوتنشال اخر اعكس معهوش اول اور نون لو يبقى كان بي جريدد، مفيش اول اور نون، كان بي جريدد، معهوش فترة عدم استجابة مطلقة اللي هو الابسوليوت ريفراكتوري بيريود يبقى كان بي سميتد. يبقى الطلبة اللي عندهم نظري بقول لهم طريقة سهلة، يبقى أي بوتنشال يجي لك أنت ما تعرفش عنه ولا كلمة وعاوز تاخد نمر، أتمش أكشن بوتنشال، حط الأربع جمل، يبقى جريدد بوتنشال اللي هي أهم واحدة مكتوبة قصادنا إيه؟ جريدد بوتنشال، يبقى داز نوت أوبي أول أور نون لو، وبعدين معهوش ابسولوت ريفراكتوري بيريود يبقى كان بي سميتد. ده انت ما تعرفش حاجه، جبت النقاط الاساسيه دي، قاعده من اهم القواعد اللي ارساها لعبد الله واطباء كثيرون علمتها لهم وماشيين بيها كويس قوي. فالبوست سينابتيك بوتنشال ده جريد بوتنشال، في عندي نوعين، يا اكسيتاتري يا انهيبيتري. بوست سينابتيك بوتنشال ديبندنج على الايونيك بيزس، لو صوديوم وكالسيوم هيعملوا ديبولاريزيشن يعني اكسيتيشن، لو بوتاسيوم وكلورايد هيعملوا هايبر بولاريزيشن يعني انهيبيشن. انا بحب جدا الجداول والمقارنات، فهقارن الاكسيتاتري والانهيبيتري في جدول من اربع نقاط، وقلت عشان المنتال سيت. الاول هما الاثنين لوكال بارشل، يعني ما هو بارشل لان هما ممكن نقويهم، ولوكال لان هما مش زي الاكشن بوتنشال، مش بروباجيتد، ما بيسرحوش، لازم الكهرباء الوحيده اللي بتمشي اللي بتسرح اللي بروباجيت اللي بتنتشر هي الاكشن بوتنشال، عشان كده بيسموها النيرف سيجنال، الاشاره العصبيه. ففي كلمه مشتركه، يبقى هما الاثنين لوكال بارشل. لو قلت دي بولاريزيشن يبقى انت بتتكلم على الاكسيتاتري بوستاتري بوتنشال، او ممكن تيجي لك بطريقه اصعب، ان الممبرين بيكمز ليس نيجاتيف، بدل ما هو ناقص 90 قربت للفايرنج ليفل اللي هي ناقص 55، يبقى بدل ناقص 90 بقت ناقص 55، يبقى بقت ليس نيجاتيف. انما في اللوكال بارشال هايبر بولاريزيشن بدل ما ناقص 90 بقت مثلا ناقص 110، بقت مور نيجاتيف، هو ده الهايبر بولاريزيشن. طيب تاني نقطه في المقارنه، ان الاكسيتاتوري دي ممكن تبقى فاست وممكن تبقى سلو، بس يبقى انتوا بس اللي هتبقوا فاهمين دي، يبقى دي ممكن الاكسيتاتوري دي بتحصل ايام فاس، يبقى تحصل بايونوتروبيك سلو، هتحصل بميتابوتروبيك ريسبتورز، انما الانهيبيتوري بتحصل بفاست بس. ثالث نقطه الايونيك بيزس، في الاكسيتاتوري يا صوديوم يا كالسيوم، لان الصوديوم والكالسيوم بره لو دخلوا جوه هيبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، ما هو ده الديبولاريزيشن. انما الانهيبيتوري ودي الاهم، بوتاسيوم وكلورايد، البوتاسيوم جوه يخرج بره يبقى بره مور بوزيتيف، والكلورايد بره يدخل جوه يبقى جوه مور نيجاتيف، يبقى ده بقى اقوى من البولاريزيشن، بقى هايبر بولاريزيشن، يبقى هنعمل اوبننج اوف بوتاسيوم كلورايد او كلوجر اوف صوديوم اند كالسيوم، وقفت الديبولاريزيشن خالص فحصل هايبر بولاريزيشن. هنا لازم اتوقف في نقطه لو ما قلتهاش ميبي ما حدش تاني هيقولها لك، هو مين اكثر اهميه في السي ان اس، الاكسيتيشن ولا الانهيبيشن؟ الاجابه انا عارف انك لو ما سمعتهاش مش تعرفها، هو الانهيبيشن. الانهيبيشن اهم من الاكسيتيشن، عشان كده ربنا مستعجل عليه فاست بس، وعشان كده الميكانيزم بتاعه اكثر تعقيدا، ممكن بفتح البوتاسيوم كلورايد او قفل الصوديوم والكالسيوم. ليه الانهيبيشن اهم؟ اقول لك بطريقه بسيطه خالص، الجهاز العصبي بتاعنا بيتلقى
مئات الإشارات العصبية، في حين حضرتك دلوقتي عاوز تركز معايا في حاجة واحدة بس، اللي هو تسمع صوتي وأنا بشرح لك السنسي، فلازم تعمل إنهيبيشن لكل الإشارات الأخرى. أي صوت تاني جنبك غاضب النظر السمع عنه، ما بتسمعوش، مش مركز في ماذا يجري في البصريات من حولك، الألوان اللي حواليك إيه مش مركز فيها، وضع رجليك متني مفروض مش مركز فيها، أنت مركز مش في الصوت بس، في صوتي أنا دون الأصوات. فبيقول جملة جميلة، إن أكثر من 99% من الإشارات العصبية التي يتلقاها الجهاز العصبي بتثبط. تعال نقولها in English. More than 99% of the impulses received by the CNS are discarded, are inhibited because they are not important. لو ما عندناش مقدرة إن إحنا نثبت الحاجات دي كلها، كنا فقدنا واحد من أهم المزايا اللي بيتمتع بيها الإنسان، وهي الـ power of attention، مقدرة الانتباه. ده في مرض اسمه attention deficit hyperactive disorder، أنا عملت عليه مرة حلقة في التلفزيون، أطفال ما عندهاش المقدرة على الاتنشن. يبقى الاتنشن الانتباه قائم، اللي هو لازم للحياة إنك تاخد تنتبه لحاجة وتركز فيها، على مقدرة CNS إن هو ينهيبت كل الباقي ما عدا الشيء اللي أنت بركز فيه. يبقى أنت بتنهيبت أكتر من 99% من تتلقاه، عشان كده الانهيبيشن more important، عشان كده ربنا خلاه fast، والميكانيزم بتاعته أكثر تعقيدا، تفتح بوتاسيوم كلورايد أو تقفل صوديوم كالسيوم. ودي بقى سؤال MCQ من أشهر الأسئلة وورد وايد، إزاي بيحصل إنهيبيشن؟ أنهي آينز المتدخلة في الإنهيبيشن؟ أقولها لك بترتبنا، كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد ثم بوتاسيوم، يعني الكلورايد حتى أهم من بوتاسيوم. يبقى عاوزك لما يقول لك إنهيبيتوري بوتاسيوم بوتنشال، قول الآينز اللي انفولفد فيها، كلورايد وبوتاسيوم، كلورايد وبوتاسيوم، كلورايد وبوتاسيوم. نيجي النقطة الرابعة يا شباب، وهي الصميشن. قلنا ان دول graded potential، صغيرين لا يرقوا ان هم يدوا action potential. عشان يدوا action potential، عشان يتقووا، عشان مفعولهم يبقى كويس، لازم يبقوا submitted. ما احنا قلنا من كل البوتنشال ما عدا الاكشن بوتنشال، افتكر الاكشن بوتنشال بحرف الاي هو الوحيد اللي معاه 2 اي تانيين، 3 اي اكشن بوتنشال بحرف الاي، اول اور نون يبقى كان نوت بي جريدد، ادي تاني اي ابسولوت افكت بيرد يبقى كان نوت بي سميتد، دول بقى جريدد وسميتد. السميشن في السي ان اس نوعان، يا تايم يا سبيس، او لو حتى الجمله اللي ممكن هتنساها، الزمان والمكان، time and space. الtime بنسميها الاسم الأشهر، هنسميها temporal حتى وصفة جميلة هي الاثنين بالتي، والspace هنسميها spatial summation. وأقول لك حاجة، لا تقوم قائمة، لا تقوم قائمة للCNS بدون ظاهرة summation. مقدرة ان احنا نقوي الكهرباء، نقوي الexcitation او نقوي الinhibition. تعال نشوف ازاي بنعمل space summation. ان كل نيرون في جسمك ما بيتلقاش نوب واحده، هتقول الجمله بعربياتنا مفهومه وان كانت في الحقيقه معقده، كل نيرون بيتلقى الاف النوبس اللي بتنتمي لمئات النيرونز الاخرى. يعني لو انا نيرون اهو، انا نيرون باخد الاف النوبس اللي بتنتمي لمئات اخرى. فلو انا شغلت ميني نوبس مع بعض، اكسيتاتوري كتير مع بعض، كل واحده لوحديها بتطلع كهرباء ضعيفه، كهرباء ضعيفه، بس مع بعض هيرقوا ان هم يدوا اكشن ايه بوتنشال، فده يسموه سبيس سميشن. انا بحب قوي الجمل، فين الجمله المهمه؟ يبقى انا بركز في الجمل المهمه اللي انت بالقلم الفلورسنت الاصفر في كتابك ايا كنت هتعلمها. يبقى فكره السبيس سميشن ان انا هشغل ميني سيمالتينيسلي، اهي ميني نوبز سيمالتينيسلي، كذا واحده في ان واحد. فهنا الصميشن مكاني، المكان ده مع المكان ده مع المكان ده مع المكان ده هيرقى يدي في الاخر هنا اكشن بوتنشال، فعشان كده سموها سبيس صميشن.
أما التايم سميشن one knob one knob أهي stimulated repetitively يبقى هنا أهي كهرباء ضعيفة وضعيفة وضعيفة في مكان واحد كلهم في نفس المكان هنا هو ولكن في أزمنة متعاقبة يبقى الصميشن هنا التراكم هنا زماني مش مكاني فسموه time or temporal summation يبقى فين الجملة المهمة one knob repetitively one stimulated repetitively هنا ممكن في السبيس نحتاج نشغل 40 نوبز مع بعض هنا ممكن نحتاج النوب الواحدة نشغلها 50 مرة مش في الثانية مش في الثانية في الميلي سكند عشان يحصل لهم صميشن يبقى تعالى نلخص وقلت السبع أقوى في التذكر وقلت هتسمعني في الفترات اللي انت ريلاكست فيها بدل ما تضيع وقت اسمع بسرعة تاني المحاضرة يبقى في السبيس ميني simultaneously إنما في التايم سميشن وان وان ريبيتيتيفلي يبقى هنا ميني simultaneously هنا وان ريبيتيتيفلي طلبة كتير لما بيبقى عندهم ده سؤال نظري بينسوا الجزء ده في إجابة سؤال ال post synaptic potential بينسوا بيتكلموا على الاكسيتاتري والانهبيتري ينسوا الاهم هو الجراند post synaptic potential جراند يعني كبير يقول لك جراند فاذر يعني الجد اب الكبير هو الجد جراند اوبننج الافتتاح الكبير جراند اوبننج ليه ده الاهم ان حقيقه الامر المهم جوه السي ان اس هو الجراند لان انا قلت لكم يا شباب من شويه ان كل نيرون في جسمك تقريبا بتتلقى الاف النوبس اللي بتنتمي لمئات النيرونز النيرون الواحده بتاخد الالاف اللي بينتموا لمئات ما فيش غير حته واحده في جسمك بس دلوقتي سابق لوضعه هي اللي عندها 1 تو 1 كونكشن اللي هي مش الفيجن مش الرؤية أحلى حتة في الفيجن اللي هي الفوفيا سنتراليس البقعة الصفراء هنبقى نقولها في ده الإكسيبشن اللي هو 1 تو 1 وهنفهم ليه ربنا عاملها 1 تو 1 في أواني إنما الباقي كله النيرون بتتلقى الآلاف اللي بينتموا للمئات بعضهم إكسيتاتري وبعضهم إنهبيتري يبقى المحصلة هو ده الجراند يبقى ما هو الجراند بوست سينابتيك بوتنشال هو الصام الصام فين الكلمة المهمة اللي اتعلمها بالأصفر الفلوريسين طبعا الصام وقلت ليه الأصفر عشان ده أكتر لون بنشوفه هنقولها في السبيشال سينس بإذن الله هو الصام of all excitatory and inhibitory اللي بتحصل فين في one neuron at the same time يبقى محصلة الإكسيتاتري inhibitory in one neuron at the same time شوف حتى الإلقاء لازم أفاني يا شباب لو انت بتقرا تدي مخك كده المقاطع حته وتقف في بوز هو الصم فين في وان نيرون امتى سيم تايم يبقى الصم اوف اول اكسيتاتوري انهبيتوري ان وان تايم ان وان نيرون ات ذا سيم تايم لطالب ذكي يقول لي في ثلاث احتمالات قولهم لي يقول لي لو الاكسيتاتوري اكتر من انهبيتوري او الانهبيتوري اكتر من اكسيتاتوري او الاثنين قد بعض اقول له لا في اربع احتمالات قال لي ليه تعال نشوف مع بعض الاكسيتاتوري اكتر من الانهبيتوري دي بتديني احتمالين وصلنا للفايرنج ليفل يعني الاكسيتاتوري اكتر من الانهبيتوري والاكسيتيشن وصل فايرنج ليفل هيطلع اكشن بوتنشال انما الاكسيتاتوري اكتر بس بلو ثريشولد هيحصل فاسيليتيشن بس اكسيتيشن بس مفيش اكشن بوتنشال لكن لو الانهبيتوري اكتر من الاكسيتاتوري هيحصل هايبر بولاريزيشن وانهبيشن لو الاثنين قد بعض no change in resting membrane potential يبقى الاكسيتاتوري اكتر هيحصل دي بولاريزيشن بس هنا في احتمالين للطالب الذكي توصل الثريشولد اكشن بوتنشال اقل من الثريشولد اللي هو الفايرنج ليفل يبقى فاسيليتيشن بس يبقى احتمالين انهبيتوري اكتر يبقى هايبر بولاريزيشن انهبيشن الاثنين قد بعض يبقى no change وعندنا مثال رائع رائع في الحته دي في الجسم اللي هو في المثانة البولية اتملت لو حضرتك لقيت الوضع مناسب سنتر معين في المخ اكسيتاتوري لموضوع التبول يبعت مور اكسيتيشن يخلي الاكسيتيشن يتخطى الانهيبيشن ويحصل اكشن بوتنشال وتفضي اليورينا بلادر لكن لو انت حاسس البلادر مليانة بس المكان غير مناسب يبقى يعمل ايه
جزء اخر في البرين هنتكلم عليه باذن الله في الكدني وهنعرف هو انهي حته, يبعت انهيبيشن اكتر, فيبقى الانهيبيتوري اكتر من الاكسيتاتوري, يحصل هايبربولايزيشن انهيبيشن, تبقى حاسس البلادر مليانه لكن ما بتفضهاش. ده ازاي التطبيق بتاعه. يبقى لو جاني سؤال, وده سؤال مهم يا شباب قوي, وما عشقت مثل عشق نظام البوست سينابتيك بوتنشال, اهم كلمه هتكتبها ان ده جريدد بوتنشلز, وكم نوع. الطالب العادي هيكتب اكسيتاتري وانهيبيتوري, حضرتكم هتكتبوا ثلاثه ثلاثه اكسيتاتري وانهيبيتوري, والاهم اللي هو جرام بوست سينابتيك بوتنشال, وكل ما عشقت مثل عشق نظام هتشرحه في ثلاث نقط. الديفينيشن, مين فاست ومين سلو, الايونيك بيزس, والسميشن, ادي اربع نقط. الجران نفسه اربع نقط, يبقى اكسيتاتري وانهيبيتوري الجدول من اربعه, والجران شرح في اربعه. لو في حاجه اكتر من فول مارك هيدوها لك. تقل للسؤال ما قبل الاخير, اقلب الصفحات من فضلك. نوعدنا مش هنعيد كتير وهننجز, وان المحاضرة بتاعتنا بإذن الله لن تزيد عن ساعة ونص, من ساعة وربع لساعة ونص الشرح. ساعة ونص ما فيها إجابة المالتيبل تشويس, وقلت وهقول تاني يا شباب للناس اللي دخلت معنا المرة دي أول مرة تسمع المحاضرة, انه حل أسئلة MCQ أهم من انك تسمع, لان انا بجيبها لك في المواضع الصعبة, هتعرف تصلح طريقة قرايتك, تصلح طريقة تحصيلك. السؤال اللي بعد كده نظري مهم, اكتب لي عليه نظر مهم. انا نسيت اكتب لان قلت لك بعمل ورق, ده مش معايا, ده في عجاله انا لسه عامله, واتمنى انك تستفادوا منه, وهو يعني زي ما بقول ده جرامز فور مي, هي حصاد السنين يا شباب. فالسؤال ده اللي هو البري سينابتيك بوتنشال. بري سينابتيك بوتنشال بتتميز بانها سلو, minutes to hours. انتوا بس اللي فاهمين, يبقى 100% ده نوع الريسبتورز, هيبقى ايه هنا بقى ميتابوتروبيك, لان ده السلو, ده الفرق الاساسي. وبتعجب لما الاقي زميل فاضل عمال يشرح ايونه وميتابه وما بيقولهمش الفرق. هو انت جاي تقرا مع الطلبه, زي ما قلت لكم هنا الناس في نورث امريكا اللي انا متواجد فيها, النطق ده المذر تانج بتاعه, انا بقى شايفيني زي واحد خواجه بينطق بيتكلم عربي. لكن ليه بيبقى عندهم احترام للايجيبشن بروفيسور؟ عشان عنده معلومات, بيركز في النقاط المهمه, الطالب بيطلع فاهم. نيجي البري سينابتيك بوتنشال سلولي, ادام قلت سلولي الطالب فاهم, يبقى 100% ميتابوتروبيك ريسبتورز. في نقطه هنا مهمه جدا جدا, لن تقوم قائمه للبري سينابتيك بوتنشال دون الاستعانه بثيرد نيورون. احنا قلنا البوتنشال نوعين, يا تحصل في البوست اهي اللي بشاور عليها بالليزر, تحصل في البري. طب البوست مين بيغير البوتنشال في البري؟ طب مين يغير البوتنشال في البري؟ لازم ثيرد نيرون. فهمت اهميه ثيرد نيرون؟ البري يعمل البوست اللي شرحناه, طب مين يعمل البري؟ ثيرد نيرون. لو الثيرد نيرون ده اكسايتاتوري هيعمل بري سينابتيك فاسيليتيشن, لو الثيرد نيرون ده انهيبيتوري هيعمل بري سينابتيك انهيبيشن. وتعالى نشرحها, وانا حتى طول عمري بقول بحب اشرحها بطريقه تشاينيز شويه. انت عارف التشاينيز بيكتبوا راسي يعني من فوق لتحت, تشاينيز شاينا تاون دي جنبي هنا جميله قوي, فيها اكل رائع. طيب نرجع تاني, بري سينابتيك فاسيليتيشن, نبتدي نشرحها من فوق لتحت. يبقى الثيرد نيرون اللي هيعمل بري سينابتيك فاسيليتيشن لازم يبقى اكسيتاتوري. قبل ما اقول اشرحها عاوز اديك الفكره, هو البري سينابتيك نيرون دوره ايه في السينابتيك ترانسميشن؟ انه يطلع كيميكال ترانسميتر. فلو انا زودت طلوع الكيميكال ترانسميتر يبقى ده بري سينابتيك فاسيليتيشن, لو انا منعت طلوع الكيميكال ترانسميتر يبقى ده بري سينابتيك انهيبيشن. يبقى فهمنا النقاط الاساسيه قبل ما ندخل على الموضوع. اول نقطه فهمناها ان البري سينابتيك بوتنشال ده سلو, وعليه بنستخدم ميتابوتروبيك للاوائل, انه لا يقوم له قائمه دون الاستعانه بثيرد نيرون, لان البري بيغير البوست. طب مين يغير البري؟ يبقى لازم نيرون اخر, يبقى ده ثالث واحد, ادي اثنين, يبقى ده الثالث ثيرد نيرون.
وان النهايه لو عاوز اعمل فاسيليتيشن المعنى البسيط هزود الايه ريليس اوف كيميكال ترانسميتر، عاوز اعمل انهيبيشن انقص الريليس اوف كيميكال ترانسميتر. تعالى للتفصيلات، انا قلت التحصيل فن، المذاكره فن، تحصيل فن اخر. يبقى هنشوف ازاي الثير نيرون ده هيزود الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. الثير نيرون ده لانه يزود الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر فهو اكسيتاتوري، لانه هينتهي ببري سينابتيك فاسيليتيشن، هيشتغل عن طريق ميتابوتروبيك ريسبتورز. يا ريت كان المحاضره الثانيه في الاندوكراين قلناها قبل دي، كان يبقى الفايده اكتر. تابعوني بقى المره الجايه مع الاندوكراين باذن الله يوم الاربعاء في نفس الميعاد الساعه 6 بتوقيتكم، 12 بتوقيت شرق كندا وامريكا. فالميتابوتروبيك زي ما اتفقنا هياكتيفيت جي نيرون، مش هقول جي بروتين، مش هقولها ازاي دلوقتي، هقولها في الاندوكراين. هيستخدم سكن ميسنجر اسمه سايكليك ام بي. سايكليك ام بي ده بينشط انزيم وظيفته انه ينشط انزيم اسمه بروتين كينيز A. وليه سموه A؟ عشان سايكليك A A ام بي بينشط بروتين كينيز A. من اسمه كينيز إيز يعني انزيم، وكينيز يعني بيحرك، هيحرك فوسفيت جروب. كل الكينيز انزيمز ازاي بتؤثر على الاشياء؟ بانها بتحرك فوسفيت جروب، فهيعمل فوسفوريليشن البوتاسيوم شانل، هيحط فوسفيت جروب في البوتاسيوم شانل. بس قفلت البوتاسيوم شانل، قفلت، يبقى البوتاسيوم جوه زاد مش عارف يخرج، يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى كده زود الديبولاريزيشن ومنع الريبولاريزيشن. عمل ديبولاريزيشن، طب ما دي الطريقه اللي بيفتح بيها الكالسيوم شانل، يبقى هيتفتح الكالسيوم شانل، يدخل مور كالسيوم، يزيد الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. يبقى تاني، الثيرد نيرون اكسيتاتوري، بيطلع الترانسميتر، ده سؤال ام اس كيو، سيروتونين. السؤال الثاني، بيشتغل عن طريق ميتابوتروبيك ريسبتورز، اللي عارفين عنه نقطتين، انه بينشط جي بروتين ويطلع سكند ميسنجر اللي هو هنا السايكليك ام بي. السايكليك ام بي هناخده المحاضره الجايه في الاندوكراين، ده بيأكتيفيت بروتين كينيز A، السايكليك A A A M P بينشط بروتين كينيز A. وظيفة الكينيز اسمه محرك كاينيتيك، يعني محرك يحرك فوسفيت جروب، يوديها البوتاسيوم شانل يقفلها وهو المطلوب. البوتاسيوم اتحبس جوه، جوه بقى جوه بوزيتيف بره نيجاتيف، بقى مور ديبولاريزيشن، دخل مور كالسيوم، عمل مور ريليس للكيميكال ترانسميتر. وليه الأوائل يقول المثال هنا اللي هو هناخده المحاضره القادمه، اللي هو السنسيتايزيشن اوف سينابس، حاجه من الروائع، اللي هو هناخدها مع السينابتيك بلاستيستي، حاجه من الروائع، هنتركها للمحاضره القادمه باذن الله. نيجي بقى البري سينابتيك انهيبيشن. يبقى هنا الثيرد نيرون انهيبيتور بيطلع انهيبيتوري كيميكال ترانسميتر. فاكر انا اذكرك تاني، كنت بقول لك الاكسيتيشن انهيبيشن بيعتمد اساسا على الريسبتور مش على الكيميكال ترانسميتر. بس في تو اكسبشنز، في تو كيميكال ترانسميترز تملي بنلاقيهم انهيبيتوري، والاثنين بحرف الجي، جلايسين وجابا، اللي هو موضوعنا. جابا ده اختصار ايه بقى؟ جاما امينو بيوتيريك اسيد. هنا طلع جلايسين، وفي اثنين تملي بيوساتاتوري مش موضوعنا، اذكرك بيهم، جلوتاميت واسبارتيت، جلوتاميت واسبارتيت في الام اس كيو، دول تملي اكسيتاتوري، عمرهم ما اشتغلوا على انهيبيتوري ريسبتور. والجابا والجلايسين تملي انهيبيتوري، تملي انهيبيتوري. فهنا الجابا هي اوبن بوتاسيوم شانل وكلورايد، بس ما ده اللي احنا فاكرينه. فاكر البوتاسيوم والكلورايد ده كان بيعمل ايه؟ ده هو اللي بيعمل هايبر بولاريزيشن، لما البوتاسيوم يخرج يبقى بره مور بوزيتيف، الكلورايد يدخل جوه مور نيجاتيف. او عايزها بطريقتي، بيوبن كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد ثم بوتاسيوم، كلورايد اهم، فعمل هايبر بولاريزيشن. طب ده الكالسيوم شانلز دي فولتج جيتنج بتفتح بالدي بولاريزيشن، دلوقتي حصل هايبر بولاريزيشن، يبقى قفلت وهو مطلوب، ما دخلش الكالسيوم، مش هيحصل ريليس للكيميكال ترانسميتر. يبقى حصل في البري سينابتيك نيرون انهيبيشن. الشغل كله فين؟ بصوا للرسمه، على البري ولا على البوست؟ على البري، عشان كده سموها بري سينابتيك انهيبيشن، زي ما هنا الشغل كله على البري فسموها بري سينابتيك فاسيليتيشن. طب والاكزامبل
في البين كنترول هناخده موضوع حلو جدا. لازم تقول اكزامبل، ما ينفعش نكتب من غير اكزامبل بين كنترول. يبقى تاني في عجالة، ده سؤال نظري مهم، البريسينابتك بوتنشال سلولي، يبقى هنشتغل عن طريق انهي ريسبتور، مش الايونوتروبيك دي فاست، لان الريسبتور هو التشانل، تمسك في الريسبتور فتح التشانل فاست. ناميتالوتروبيك ده قلنا هتنشط جي بروتين، والجي بروتين يطلع سكن ميسنجر سايكل ام بي، قصه. يبقى اول حاجه ان هو سلولي عن طريق الميتابوتروبيك، وبعدين لا تقوم قائمه للبري دون الاستعانه بثير نيرون. لو انهيبيتوري هتبقى بريسينابتك انهيبيشن، لو اكسيتاتوري يبقى بريسينابتك فاسيليتيشن. هنا بيطلع سيروتونين، هنا بيطلع جابا، جاما امينوبيوتريك اسيد. وانت فاهم النهايه هتوصل لايه في النهايه، انك لو يوبن الفولتج جيت الكالسيوم شانل حصل مور ريليس للكيميكال ترانسميتر، قفلت الفولتج جيت الكالسيوم شانل حصل ليس ريليس للكيميكال ترانسميتر. وعشان ننجز انت تقدر تسمع تاني، انا شرحت شرح وافي، واقلب الصفحات من فضلك، اسمعني تاني لو عاوز تسمع. الصفحه الاخيره شوف بقى الكميه دي تاخدها عندك في كام محاضره، بس احنا معانا زي ما بقول الناس اللي بتسمع عندها فرصه تسمع تاني، وناس 100% يعني الاي كيو بتاعها الانتيجن كوشنت عالي جدا بتاع طلبه الطب. فهنيجي السؤال الرابع في النظري، نظري مهم. يبقى اللي كان مهم السؤال في ميكانيزم في سينابتك ترانسميشن، انما البوست سينابتك بوتنشال كان نظري مهم، البري نظري مهم، وبعدين الكاركترز والفاكتورز. على فكره ممكن يجي ده سؤال وده سؤال، مش لازم اتنين مع بعض، ومش هنكمل اللي هو الكاركتر، هنسيب اصعب واحده ان دي لوحدها سؤال هنقولها في المحاضره القادمه يوم الاربعاء باذن الله. كاركترز اوف سينابتك ترانسميشن اهي اربعه، وما اقرب اليوم للبارحه. احنا في النيرف خدنا ثلاثة كاركتر، ما هو في النيرف في سينابس بين النيرف والمصل، ما فيش ما اسمها سينابس عن اتصال. يبقى لطالب ذكي حتى لو مش بيذاكر يبقى لازم هما نفس الكاركتر اللي خدناه في النيورو ماسكولار ترانسميشن، لان ما بين النيرف والمصل في سينابس. فاول كاركتر كانت فورورد دايركشن، ان الديزاين محطوط بحيث الكهرباء تمشي من الى هناك، كان من النيرف الى المصل مش ممكن العكس. يبقى هنا من البري الى البوست سينابتيك فورورد دايركشن، هي هي. تاني حاجه سينابتيك ديلي، كنا قلنا ان الاحداث عشان يطلع الكيميكال ترانسميتر ويمسك من البري ويمسك في البوست ويغير البوتنشال ويحصل سميشن ويدي اكشن بوتنشال، الاحداث ده في الكلام خدت وقت، يبقى في الفعل هتاخد وقت، بس عند ربنا مش وقت اطول، وقت احنا قلنا في نص ساعه، لكن عند ربنا تاخد نص مش سكند، ملي سكند، 0.5 اوف ا ملي سكند. شوف الروعه، عند ربنا الزمن مختلف زي نص ملي سكند. طيب قلت في نوع في الام اس كيو بيغلطك مش في الرقم، في اللي حواليه، فيجيبها لك نص سكند، يعني يشيل الميم دي الام تبقى غلط، هي مش نص سكند، نص ملي سكند، او يشيل لك الاو دي فيقول لك 5 ملي سكند. لا، لازم دقق في الرقم، مش هو رقم 5 ما بيغيروش، بيغير اللي حواليه، لازم يبقى 0.5 ملي سكند، نوت 5 ملي سكند، نوت 0.5 سكند. اظن قلتها بكل الطرق. في سؤال ام اس كيو داخل السؤال يقول لك سنترال ديلي، الامبلس اللي بيدخل السي ان اس وبعدين بيطلع اتعطل جوه السنترال نيرفس سيستم، ده يسموه سنترال ديلي. سؤال حتى شافوي، يعتمد على ايه؟ على نمبر اوف سينابسز، على عدد السينابس. يعني لو مريت في سينابس تبقى نص ملي سكند، في اثنين يبقى واحد، في ثلاثه يبقى واحد ونص ملي سكند. طب ممكن يجيبها لنا سؤال ام اس كيو يديك السنترال ديلي ويقول لك اعرف لي النمبر اوف سينابس، اقسم السنترال ديلي على نص، لو السنترال ديلي 2 ملي سكند على نص تبقى عدد السينابس 4. بقولها بلغه الفلوس عشان تفهموها اكتر. لو السنترال ديلي 5
ملي سكند 5 على 0.5 تبقى 10 سينابس. وبلغة الفلوس 5 جنيه تفكها كام نص جنيه في الفلوس. انت شاطر الخمسة عشان ما يضحكش عليك لان انت مش قابلة لازم يديك 10 تنصاص. عما يبقى شفت ازاي سهلة. فأي واحد يقولي ما تلخبط لخبطت في ايه؟ في سؤال اصعب في الام اس كيو. قول لي مش يعني يديك السنتر ليه وما يقولكش قول لي النمبر اوف سينابس، يقول لك قول لي النمبر اوف انتر نيورونز. طب ما انا قلت لكم لما بيلتقي الافرين مباشره بالايفرنت، يلتقي الافرين مباشره بالايفرنت بيبقى فيه كام سينابس يا اولاد؟ واحده اهي. لكن لو في انتر نيرون هنا ما بينهم يبقى هنا سينابس وهنا سينابس. يبقى لو في 1 انتر نيرون 1 انتر نيرون اصبح عدد السينابسز 2، يبقى تملي عدد الانتر نيرونز يقل عن السينابسز 1. يعني لو قال لك ما انا مش عاوز اعرف سينابس، عاوز اعرف عدد الانتر نيرونز، احسب الاول عدد السينابسز ماينس 1 يبقى هو ده الانتر نيرون. لان لما بيبقى ما فيش خالص انتر نيرون بيبقى الافرنت التقى بالايفرنت يبقى 1 سينابس. لو في 1 انتر نيرون بقى هنا سينابس وهنا سينابس، بقت 2 سينابس. يبقى الانتر نيرون 1 2 سينابس، يبقى انتر نيرون يقل عن سينابسس 1. يبقى ده ازاي تحل المساله دي. ثالث حاجه يا شباب اللي هو الفتيك. الفتيك قلت لما تدي للسي ان اس رابيد ريبيتد ستيمولاي بعد شويه تلاقي ان الاستيمولاي ما بتعديش، ما فيش كهرباء تعدي، هو ده الفتيك. يبقى بيحصل مع الرابيد ريبيتد ستيمولاي. وقلت قبل كده هل هو ظاهره حسنه ولا سيئه في السي ان اس؟ قلت ظاهره حسنه. ليه؟ قلناها يا شباب لانه بيمنع اوفر اكسايتيشن اوف سنترال نيرفس سيستم. تخيل عندي صرع، يبقى عندي بؤره صراعيه في المخ ابيليبتيك فوكس بتطلع رابيد ريبيتد ستيمولاي، فيحصل تشنج في عضلاتي مش قادر اتنفس مش قادر. ما تخافش ال- 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 النوبه هتابورت اتسلف، لان بعد شويه هيخلص كيميكال ترانسميترز وهيقف الترانسميشن. بالتالي ادام مفيش كيميكال ترانسميتر يبقى مفيش ترانسميشن فيحصل ريلاكسيشن. يبقى ما هي وظيفه الفتيج؟ الفتيج ظاهره حسنه مش ظاهره سيئه، بيمنع اوفر اكسايتيشن اوف سي ان اس. طب ايه سببه؟ كنا قلنا السنه اللي فاتت ان بيخلص كيميكال ترانسميتر، وما زال هو السبب الاهم ان البري بيخلص كيميكال ترانسميتر. السنة دي بنزود حاجة بقى عن اللي خدته في سنة أولى. في السنة الماضية الدوك قال لك إنه بيخلص كيميكال ترانسميتر، هنزود البوست الريسبتور أصبح إن أكتف من كتر ما زاد الكيميكال ترانسميتر ما بقاش حساس ليه. وأقول لك بطريقة لطيفة ليه، في سببين. هو الأكشن بيعتمد على الكيميكال ترانسميتر لوحده، كان سؤال إم إس كيو، ولا على الريسبتور لوحده؟ قلناها في المحاضرة الماضية في الإندوكراين إنه الاتنين مع بعض، ده ان اكتف وده ان اكتف. الكومبلكس هو اللي اكتف، فايه اللي وقف الاكتيفيتي؟ يا ده يا خلص الكيميكال ترانسميتر من البري، يا اما الريسبتور اللي في البوست اصبح ان اكتف. يبقى الثلاثه كاركترز دول خدناهم السنه الماضيه، خدتهم في المحاضرات السنه الماضيه، ادوها لك الزملاء الافاضل مع النيرف. مين الجديده بقى اللي هنرجئها للمحاضره القادمه اللي هي السينابتيك بلاستيستي. سينابتيك بلاستيستي الجديده هو ايه؟ ميست البلاستيك يا شباب انه كان بيتشينج. اهو افتكرها عملتها قصادك، لان الطالب ساعات بيقول انا فاكر انت عملتها لنا ازاي. يبقى ات ذا ابيليتي تو تشينج السينابتيك ترانسميشن، نغير السينابتيك ترانسميشن نخليه اقوى او اضعف، ده راسيا، اطول او اقصر ده افقيا، يعني نغير الديوريشن او الامبليتيود. يبقى ايه اهم كلمه في كلمه سينابتيك بلاستيستي؟ افتكرها انا عملتها لك ازاي. بلاستيك اهي، كان بي تشينج، كان بي ايه؟ تشينج، تخليه امبليتيود اقوى او اضعف، الديوريشن اطول او اقصر، مش اي حاجه. اكوردنج تو ذا ديماند، حسب احتياجك، دي النقطه الثانيه. يعني بتغيرها حسب الاحتياج، وديبندنج على ايه النقطه الثالثه؟ على باست اكسبيرينس، على خبره سابقه. يعني فجأة أنا عايش في مكان فيه ضوضاء جامدة،
الديماندز ان انا عشان اذاكر مش عاوز ضوضاء، والباست اكسبيرينس الاصوات دي ملهاش قيمه، فتلاقي فجاه بذاكر كويس قوي كأن مفيش حاجه حواليا. لما يجي لي زائر يقول لي ازاي عايشين في الزيطه دي في الضوضاء دي، اقول له يا اخي انا مش سامع حاجه خالص، كأن مفيش حاجه، خلاص تعودت عليها. السينابس غيرت نفسها لتتعود مع الضوضاء. ايه الروعه دي؟ ايه العظمه دي؟ فعلا وراء الخلق خالق. يبقى ما هي ظاهره السينابتيك بلاستيسيتي اللي فيها اربع حاجات؟ لان هناخد حسب الديوريشن يا لونج يا شورت، وحسب الامبليتيود كل واحده هتنقسم لاثنين، يا بوتنشيشن يا اما انهيبيشن. عشان كده السينابتيك بلاستيسيتي اساسها اربعه، هم اكثر شويه اربعه بس اساسها اربعه، اللونج والشورت والامبليتيود هيبقى بوتنشيشن او انهيبيشن. يبقى ما هو السينابتيك بلاستيسيتي؟ The ability to change synaptic transmission according to the demands. تاني نقطة. Depending on past experience. سؤال الكاركتر يا شباب. ننتقل للسؤال الأخير وهو الـ factors affecting synaptic transmission. ده كامل هنا. خدوا بالك سؤال الكاركترز ما كملناهوش لسه. synaptic plasticity دي تشرحها كاملة. حتى لو ما كنتش عارفها اكتب الأربعة دول هتاخد، لو النمرة من أربعة هتاخد تلاتة ونص لأنك قلت آخر واحدة الديفينيشن بتاعها. إنما هنقولهم وليها رسومات بس أرسمها جميلة أوي أوي وأوريها لكم المحاضرة القادمة بإذن الله في نفس هذا اليوم، لأن الأربع القادم بإذن الله هيبقى عندنا أندوكراين. محاضرة قيمة جدا على الميكانيزم أوف أكشن أوف هرمونز. عاوزين نفهمها صح مش غلط، لأن معظم الفهم مغلوط من كثير من الناس. هنا بنفهم صح زي ما قلت، هنا وهنا فقط تصنع الأوائل. ناس فهمة تماما. Factors affecting synaptic transmission. برضو المنتال سيت. مش هنبتدي يقول واحد وانت مش فاهمهم كام. تلاتة. الكومبوزيشن بتاع الاكسترا سيلر فلويد اهو اللي مشاور عليه بالليزر. الدراجز. الديزيز. ده اسمه منتال سيت. اكسيتاتوري اكسترا سيلر فلويد. اكسترا سيلر فلويد. نمرة واحد. عشان اسهلها لك هتطلق فيها اربعه بحرف الاتش. هيدروجين اين هايبوكسيا نقص الاكسجين، هايبوغلايسيميا نقص السكر في الدم، هايبوكالسيميا. اربعه بحرف الاتش. ابتدي بالهيدروجين اين. هل الهيدروجين اين بي اتش بتاع الاكسترا سيلر فلويد بيغير سينابتيك ترانسميشن؟ طبعا. الاسيدوزيس بتنهيبت سينابتيك ترانسميشن. لو نزل ال pH يعني حصل اسيدوزيس من 7.4 من 10 اللي هو النورمال الى 7 يقف تماما السينابتيك ترانسميشن، يحصل لك كوما. لو ارتفع من 7.4 من 10 ل 7.8 من 10 يعني عندك رينج بس 4 من 10 يحصل لك سيفير اكسيتيشن في السينابتيك ترانسميشن وكونفالشنز. يبقى الاسيدوزيس بتقلل كوما والالكالوزيس تزود. ولاني هنا مش جاي اقرا معاكم وي هاف تو ثينك، وانتوا فاهمين الفكره انه وراء الخلق خالق. دلوقتي لو انا عندي اسيدوزس، فكر فيها، عندي احماض كتيره في جسمي، يبقى المصلحه ان الجسم ينتج احماض اكثر ولا احماض اقل؟ جاوب انت. انت عندك احماض كتير ينتج اقل طبعا. طب مين اكبر منتج، اكبر منتج احماض في الجسم؟ سكيتال ماسلز. 40% من جسمك سكيتال ماسل لما بتتحرك بتطلع لاكتيك اسيد. يبقى لو حصل لي اسيدوزيس انا عاوز انقص احماض، فيقف السينابتيك ترانسميشن، يقف السينابتيك والانسان في الاخر يدخل في كوما غيبوبه، اي يرقد بلا حراك، فيش ولا عضله بتتحرك فيه، فانتاج اللاكتيك اسيد يقل جدا. سبحان الله. يعني زي ما بقولها أعراض المرض تفيد في شفائه. ليه ربنا خلى الأسيدوزس تدخلك في كومة؟ عشان لما تبقى في كومة هترقد بلا حراك، مفيش عضلة تتحرك، مش هتنتج لاكتيك أسيد، فيساعد في علاج الحالة. أعراض المرض تفيد في شفائه. الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. ربنا اللي بيداوي مش إحنا يا أولاد، إحنا بناخد بس الأجر لما بنعالج العيانين، لكن هو اللي بيداوي. واظن انت ممكن تستنتج الثانيه الالكالوزيس. لو انا عندي الكالوزيس يعني القلويات كتيره، المصلحه تقتضي ايه؟ ان اطلع اسيدز تعادلها.
يبقى في الحالة دي المصل تتحرك أكتر ولا أقل؟ تتحرك أكتر لدرجة عند 7.8 يحصل لي convulsions تشنجات، يطلع كمية رهيبة من اللاكتيك أسيد تعادل الكالوز. أعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب يأخذ الأكل. ودي تخليك تبقى فاهم إن عيب قوي قوي إنك أنت من غير ما يبقى عندك pH meter من منظر العيان تقدر تعرف هل ده عنده أسيدوز ولا الكالوزس. العيان اللي هو كوماتوز ده عنده أسيدوز، العيان المتهيج عنده الكالوزس. طب نقطة جميلة، أبليكيشن جميلة في الكلينيكا، لو عيان أوريدي بيجيله نوبات من الصرع إبيليبسي اللي هي العضلات بتدخل في تشنجات، مين اللي هيزود التشنجات؟ الكالوزس بيزود التشنجات. يبقى العيان ده is advised not to أن يحصل له الكالوزس، يبقى not to hyperventilate، ما يتعرضش لأي ستريس بحيث يحصل له hyperventilation يوش CO2 يفقد كربونيك أسيد فيحصل له هو الكالوزس فيجي له نوبة الصرع. يبقى أي عيان عنده صرع خايف منين؟ يجي له تشنج، مين اللي بيزود تشنج؟ الالكالوزس. يبقى ما يعملش hyperventilation. أسئلة رائعة في الـ MSQ تبقى فاهمها. تاني حاجة يا شباب،